مصدر أكد لي أنه غادي يكون صلح عما قريب بيناتكم أو لا. تكلمتوا في هذا الموضوع؟ حلفتي بالله؟ شكون هو هذا المصدر؟ وين مصدر سري خاص؟ شوف المستقبل ما كيعلم به حتى شي واحد. ولكن ديجا هضرتوا فاش في الصلح؟ ما قولوا اه. لا شوف كنهضروا حنا كنهضروا ديما حيت بيناتنا تتهضروا كنتواصلوا طبعا حنا شنو صحاب لك شنو كيقولوا هذيك مشادين السيوف ما لا نهائيا ما يكون شي حاجه خير ان شاء الله القدام. الخير ممكن يكون وممكن ما يكونش، مهم حنا مع سيدي ربي. اي حاجه دارت وكانت غتكون صالحي اولا وصالح فينا ثانيا الخبر وصالح باباها ثالثا. شوف ربي كيدير داكشي اللي فيه الخير. نقطه تبارك الله عليك. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.